هو احنا ليه مصممين نرجع للبدائيات؟ يعني في اي لقاء دلوقتي مع اي فنان في اسئله كده ملهاش لازمه تتسال، لو جبت اي عيل صغير في الشارع هيعرف يجاوب. في جنه ونار؟ حضرتك عندنا فول بالزبده، فول بالزيت، فول بالبيض، فول اسكندراني، فلافل خمس قطع شرقي، جبنه بالطماطم، طبق ميكس جبن، بيض مسلوق، اومليت اللي يعجبك، زبادي، رايب، بطاطس. انت داخله مطعم في حد يسال حد في جنه ونار؟ اوه سلاف. قبل ما تقولي اي حاجه، منوره بجد منوره. يعني انا مش عارف المذيعه دي ازاي سالتها في جنه ولا نار، امال اللي قدامك دي ايه؟ الله احلى من انه يحرق. ايه ده مالك؟ هي يعني من حكمه ربنا ان هو ما بيديش الانسان كل حاجه، ممكن يديله جمال بس يسحب منه نعمه العقل. احلى من انه يحرق، ما بيحرق. قلبي انفطر. والجنه حاله جميله. اذا ما حدا راح وحكى. والاحاديث الصحيحه والايات اللي بتتكلم عليها دي ايه؟ حالات واتساب؟ ما نصحى كده ونفوق للكلام يعني في ايه؟ ايه البوذي ممكن يكون كمان مرضى عنه؟ طبعا البعض بيعتبره كافر. ما بصير نكفر، قمه الكفر واشد الكفر انك تكفر انسان. انت واللي ما بيؤمنش بالجنه والنار ده يعتبر ايه حضرتك؟ ده حتى البوذي عنده جنه ونار يعني ما ايه يا وليه في ايه؟ في جمله بتدمر من الاف السنين ويا ريت يفهموها كل الناس، لا تشتم إلها لا تعبده. هي دي حكمة؟ دي أول حاجة أبويا قالها لي في الحضانة، لا تشتم أحدا لا تلعب معه، لا وخدي دي ولا تضربه أيضا، دي بيزكس. ربنا بيمثل لك إيه؟ هو كل شيء، هو الضمير، هو نحن، هو الجمال. طيب كلام جميل، ما هو قال لنا ان في حاجات نؤمن بيها وفي حاجات ناخد بالنا منها. الله ما قال ما تروحوا على جامع او ما تروحوا على كنيسه، ما قال. يعني انا هخش معبد بوذي ليه؟ لو في واحد صاحبي بوذي بيتجوز هخش وابارك له وارقص له واطبل له بسم الله الرحمن، يعني كده هعمل له جو، بس اخش كده من نفسي اعمل ايه؟ امي على طول تاخذنا على الكنيسه وتاخذنا على الجامع وتقلنا هذا بيت الله. فنحن لفتره معينه ما بنعرف نحن شو. ويا ترى القصة القصيرة الحزينة دي هتقوليها للملاكين أول ما تتسألي ما دينك؟ مع احترامي الماما، ماما مش هتسعفك. أنا بعيد مع الكل وبحب العيد أيا يكن. طب ما احنا تقريبا بنعيد مع الكل عندنا في مصر. الواد جرجس امبارح كان في الكنيسة والله بيقدس وقال لي تعالى كل لحمة. جرجس أنا ما باكلش لحمة، عندكم فراخ؟ ولما ببقى معاه بيبقى صايم في رمضان. بس لو سألتيه أنت إيه هيقول لك مسيحي، لو سألتيني أنا إيه هقول لك مسلم. يعني أنا ما بعبد، يعني في ناس بتعبد الحجر، في ناس بتعبد البقر، في ناس طالما هن مؤمنين هن حرين، بدي احترم اللي بيآمن ولو بفكره. ايه موضوع احترام عباده البقر ده؟ انت بتقعدي مع ابراهيم عيسى كتير؟ عايزاني احترم سندوتش بيك تيستي؟ صدمتيني يا سلاف والله.